أيها الأبناء الأحباء، كل عام وأنتم بألف خير. المسيح قام، المسيح قام، المسيح قام. Mes chers amis, vous êtes les bienvenus. My dear friends, you are most welcome. في هذه الأثناء يتقدم الكشافة مع موكب الكهنة والأساقفة وغبطة البطريرك والأسقف المنتخب الجديد للدخول إلى الكنيسة وبدء احتفالاتنا الكنسية بولادة أسقف جديد لكنيسة القدس للبطريركية اللاتينية، وهو الأب رفيق نهرة. يحمل الأب رفيق الهويتين اللبنانية والفرنسية، وقد ولد في 27 كانون الثاني من عام 1959 في مصر لأب لبناني وأم مصرية. نشأ في لبنان، وفي سن 20 غادر إلى فرنسا لدراسة الهندسة. حصل على الدكتوراه في هندسة الجسور والطرقات عام 1985، ثم عمل كمهندس لمدة عامين. في عام 1987 دخل الإكليريكية في أبرشية باريس، وأرسل إلى روما لإتمام دراساته الكنسية. حصل على البكالوريوس في اللاهوت من الجامعة الجريجورية عام 1991، ثم تخصص في الكتاب المقدس، وكانت زيارته الأولى إلى القدس عام 1993. رسم كاهناً لأبرشية باريس عام 1992 من قبل المطران لوستيجير، وتلقى عدداً من المهام الرعوية والأكاديمية في باريس. من عام 1994 إلى عام 2001 كان مرشداً روحياً لبيت القديس أغسطينوس، وعلم الكتاب المقدس لطلاب الإكليريكية والعلمانيين. من عام 2001 إلى عام 2004 خدم في رعية القديس فرانسوا، بينما استمر في تعليم الكتاب المقدس. من عام 2007 إلى عام 2011 مارس خدمته الكهنوتية بين باريس والقدس. كان يقيم في باريس 6 أشهر يخدم رعية القديس أغسطينوس، وكان يقيم في القدس في نيابة القديس يعقوب. في عام 2014 تم تعيينه مسؤولاً عن الجماعة الكاثوليكية الناطقة بالعبرية التي تلتقي وتصلي في دير القديسين سمعان وحنة في القدس. وفي أيلول 2017 تم تعيينه منسقاً للعمل الرعوي مع المهاجرين وطالبي اللجوء السياسي. عام 2017 عينه المطران بيرباتيستا بيتسابالا المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في ذلك الوقت نائباً بطريركياً لنيابة القديس يعقوب الكاثوليك الناطقين بالعبرية. وعام 2018 عينه نائباً بطريركياً للمهاجرين وطالبي اللجوء السياسي. واليوم نحتفل بسيامته الأسقفية، إذ عينه غبطة البطريرك بيرباتيتسا بيتسابالا نائباً بطريركياً للاتين في الجليل. نطلب منكم جميعاً الوقوف لاستقبال الوفد لبدء مراسيم السيامة الأسقفية. Thank you.
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين نعمه الرب يسوع المسيح ومحبه الله وشركه الروح القدس معكم جميعا ومع روحكم Brothers and sisters, excellencies, dear Abu Sayyidina Rafic, we are very happy we are together here around you, around the altar, around the Eucharist, and because of you, and we are happy to be all here. We want to welcome all our brothers and sisters, especially we see the Anglican Bishop, Hussam Nahum, the representative of the other churches. We also have a representative of the Diocese of Paris, Monsignor Thibault, that the church that generated you to our church here, and many others. And of course, all the Bishop of the Assembly, Monsignor Mata, Monsignor Musa, Monsignor Yasser, Monsignor Ephraim, and all the others. Before, we have many things to say, but before everything, we want also to congratulate Abuna Francesco Patton, that yesterday has been reconfirmed custos of the Holy Land. Mabruk, Abuna, thank you for your service. Now we continue our celebration. Aihua lihua, linasko katayana wananda naraika, fanakunan ahlam ilakamati ilasrali mukaddasa. Anatarif. رحمنا الأخ القدير وغفر لنا نزلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية Excelsis Deo. Et in terra Amazonibus, omne voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Thank you.
Let us pray. May your people exalt forever, O God, in renewed youthfulness of spirit, so that rejoicing now in the restored glory of our adoption, we may look forward in confident hope to rejoicing of the day of resurrection. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. يمكنكم متابعة القراءات على صفحة 5 في الكتيب بين أيديكم. القراءة الأولى قراءة من أعمال الرسل. في تلك الأيام قال عظيم الأحبار للرسل: نهيناكم أشد النهي عن التعليم بهذا الاسم، وها قد ملأتم أورشليم بتعليمكم، وتريدون أن تجعلوا علينا دم هذا الرجل. فأجاب بطرس والرسل: الله أحق بالطاعة من الناس، إن إله آباءنا أقام يسوع الذي قتلتموه إذ علقتموه على خشبة، وهو الذي رفعه الله بيمينه وجعله سيداً ومخلصاً ليمنح إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود على هذه الأمور، وكذلك يشهد الروح القدس الذي وهبه الله لمن يطيعه. ودعوا الرسل فضربوهم بالعصي ونهوهم عن الكلام على اسم يسوع، ثم أخلوا سبيلهم. أما هم فانصرفوا من المجلس مسرورين بأنهم وجدوا أهلاً لأن يهانوا من أجل الاسم. كلام الرب. אשרי שומרי תורתו, אשרי שומרי תורתו, אשרי שומרי תורתו, אשרי שומרי תורתו, אשרי האיש אשר לא הלך בהצעת רשעים ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לשיעים לא ישב. אשרי שומרי תורתו, אשרי שומרי תורתו, כי אם בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יגה יומם ולילה. אשרי שומרי תורתו, אשרי שומרי תורתו, והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן ביתו, ועליהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. אשרי שומרי תורתו, אשרי שומרי תורתו, לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח,
על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בדעת צדיקים אשרי שומרי תורתו אשרי שומרי תורתו כי יודע אדוני דרך צדיקים ודרך רשעים טובת אשרי שומרי תורתו אשרי שומרי תורתו אשרי שומרי תורתו אשרי שומרי תורתו Du livre de l'Apocalypse selon saint Jean. Alors j'ai vu et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. » Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour des siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient « Amen » et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternèrent. Parole du Seigneur. فصل من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير المجد لك يا رب المجد في ذلك الزمان ترى يسوع لتلاميذه مرة أخرى وكان ذلك على شاطئ بحيرة طبرية
وهكذا تراءى لهم. كان قد اجتمعا سمعان وبطرس وتوما الذي يقال له التوأم ونتائيل من قانا الجليل وابنا زبدة وآخران من تلاميذه، فقال لهما سمعان وبطرس: أنا ذاهب للصيد. فقالوا له: ونحن نذهب معك. فخرجوا وركبوا السفينة، ولكنهم لم يصيبوا في تلك الليلة شيئاً. فلما كان الفجر وقف يسوع على الشاطئ، فلم يعرف التلاميذ أنه يسوع، فقال لهم: أيها الفتيان، ومعكم شيء من السمك؟ أجابوه: لا. فقال لهم: ألقوا الشبكة إلى يمين السفينة تجدوا. فألقوها فإذا هم لا يقدرون على جذبها لما فيها من السمك. فقال التلميذ الذي أحبه يسوع لبطرس: إنه الرب. فلما سمع بطرس أنه الرب اتزر بثوبه لأنه كان عرياناً، وألقى بنفسه في البحيرة. وأقبل التلاميذ الآخرون بالسفينة يجرون الشبكة بما فيها من السمك، ولم يكونوا إلا على بعد نحو 200 ذراع من البر. فلما نزلوا إلى البر أبصروا جمراً متقضاً عليه سمك وخبزاً. فقال لهم يسوع: هاتوا من ذلك السمك الذي أصبتموه الآن. فصعد سمعان بطرس إلى السفينة وجذب الشبكة إلى البر، وقد امتلأت 153 سمكة من السمك الكبير، ولم تتمزق الشبكة مع هذا العدد الكثير. فقال لهم يسوع: تعالوا افطروا. ولم يجرؤ أحد من التلاميذ أن يسأله: من أنت؟ لعلمهم أنه الرب. فدنا يسوع فأخذ الخبز وناولهم وفعل مثل ذلك في السمك. تلك المرة الثالثة التي ترى فيها يسوع لتلاميذه بعد قيامته من بين الأموات. وبعد أن فطروا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا، تحبني أكثر مما يحبني هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له يسوع: ارعى حملاني. قال له مرة ثانية: يا سمعان ابن يونا، تحبني؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: اسهر على خرافي. قال له ثالثة: يا سمعان ابن يونا، تحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له مرة ثالثة: تحبني؟ فقال له: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعلم أني أحبك. قال له يسوع: ارعى خرافي. الحق الحق أقول لك، لما كنت شاباً كنت تشد الزنار بنفسك وتسير إلى حيث تشاء، فإذا صرت شيخاً بسطت يدك وشد غيرك لك الزنار ومضى بك إلى حيث لا تشاء. قال ذاك مشيراً إلى الميتة التي سيمجد بها الله، ثم قال له: اتبعني. كلام بينما ننشد ونهتف طالبين نعمة الروح القدس لتحل على الأسقف المنتخب.
تفضلوا بالجلوس. السيفو سيلفوبلي. سيتلى على مسامعنا المرسوم البابوي بتعيين الأب رفيق أسقفاً جديداً للبطريركية اللاتينية، ومن ثم نستمع لعظة غبطة البطريرك، ومن بعدها يقوم الأسقف المنتخب بالتعهد للأمانة التامة للكنيسة وبالسهر على رعايتها والعمل وفق تعليم الكنيسة المقدسة والطاعة لقداسة الحبر الأعظم والاهتمام بشعب الله. Most Reverend Father, the Church of Jerusalem asks you to ordain this priest, Rafic Nahra, to the responsibility of the episcopate. Have you a mandate from the Apostolic See? We have. Let it be read. Franciscus Episcopus Servus Servorum Dei,
Dilectu filio Rafic Nahra, actinus vicario patriarcali in diocesi Ierusalimanitana Latinorum, electo episcopo auxiliare, simulque titolo Berbiano exornato, salutem et apostolicam benedictionem. Caritatis fraterne, ne divinos ignis coram iniuriis ti pescat, dilicti Domini et Salvatoris nostri, tranquillam patientiam, oculis mentis aspicientes, ad Christ exemplum confirmemus, cui nihil lenitatis adipotes. Ac benedicamus Deo Patri misericordi, quia mysteria regni parvulis revelavit, et devotione nostri servitutis ascribere degnatur opera nostre sequele. Qua conversationes rationi confisi, dum parters nostras in omnibus interponere sagittimus. Perque Christi Fidelium bono et ecclesia felici regimine consuletur, ad utilitatem gregis Ierusalimitani Latinorum, nobis delectissimi, paterna delectione procurandam intendimus, cuius sacrorum antistites, beatitudono sua Petrus Baptista Pizzaballa, a nobis obsecravit, ut suci vitam vitae patriarcalis communitatis administrande ipse concederemus beneficium. De te ergo, dilicte fili, cogitavimus qui in officis tuis exercitis rerum agendarum, peritie humanorumque ac sacerdotolum, dotum adio bono te ostendisti, ornamento instructum. Ut idoneus nobis videriris, hoc ad munus obeundum. Proinde, audito consilio praefecte congregationes pro ecclesias orientalibus, apostolice nostre auctoritatis plenitudine, arum literarum virtute, te, episcopum auxiliarem in diocesi patriarcali Ierusalimitana Latinorum constituimus, adito titolo Verbiano, ac debitis concesis iuribus, congruisque impositis obligationibus, uic officio agnecis. Ordinatione episcopalem obives extra urbem servatis liturgicis normis, a catholico episcopo suscipere, poteris. Tuum autem antia erit fidei professionem dare, et iussurandum fidelitates erga nos, successores que nostros ad legis normas. Gregi auxiliare, dilecti fili, concors cum pastore huius ecclesiae, ministrans in fide virtutem, in virtute scientiam, in scientia continentiam, in continentia penitentiam, in penitentia pietatem, in pietate amorem fraternitatis, in amore autem fraternitatis caritatem. Datum Rome, Laterani, die undicesimum mensis Marci, anno Domine bis millesimo vicesimo secundo, pontificatus nostri nono. Francisco. الأسقف فرانسيس خادم خدام الله إلى الابن الحبيب رفيق نهرة
النائب البطريركي حتى الآن في أبرشية القدس للاتين، والمنتخب أسقفاً مساعداً، وفي الوقت نفسه حامل لقب كرسي فيربي. تحية وبركة رسولية. أمام هجمات العدو يجب ألا تفطر النار الإلهية في المحبة الأخوية، وإننا إذ نتأمل بعين الروح في الصبر العميق لربنا ومخلصنا الحبيب نتمثل بمثاله الذي لا يمكن أن يضاف شيء إلى عذوبته. ولنبارك الله الآب الرحيم لأنه كشف أسرار الملكوت للصغار وتنازل فنظر إلى تفاني خدمتنا ورآها جهداً من جهود إتباعنا له، مطمئنين إلى كونه معنا، وإذا نسعى من جهتنا كل السعي لخير المؤمنين والإدارة الصالحة للكنيسة ولخير الجماعة اللاتينية في القدس العزيزة علينا جداً، وبمودة نبوية فقد أردنا أن نعطي لأسقفها غبطة البطريرك بيرباتيستا بيتسابالا ما طلبه منا، أي أن نمنحه سنداً ورفقاء في الحياة لإدارة جماعة الأبرشية البطريركية. لذلك فكرنا فيك أيها الابن الحبيب إذا أظهرت في أثناء القيام بمهامك أن لك مؤهلات للعمل وصفات إنسانية وكهنوتية، بدا لنا معها أنك أهل للقيام بهذه المهمة. ومن ثم بعد الاستماع إلى رئيس مجمع الكنائس الشرقية وبملي سلطاتنا الرسولية وبموجب هذه الرسالة نقيمك أسقفاً مساعداً في الأبرشية البطريركية الأورشليمية اللاتينية مع الحقوق المرتبطة بذلك والواجبات الناجمة عنها بحسب أحكام القانون، ونمنحك لقب كرسي فيربي. يمكنك قبول الرسالة الأسقفية بحسب الأحكام الليتورجية من أسقف كاثوليكي في كل مكان ما عدا مدينة روما، لكن قبل ذلك يجب أن تقوم بالاعتراف بالإيمان وبقسم الأمانة لنا ولخلفائنا بحسب أحكام القانون. أيها الابن الحبيب، فيما نوصيك بالقيام بأعمالك الأسقفية في وحدة كاملة مع راعي هذه الكنيسة، فإننا ندعوك لكي تبذل جهدك لتضيف الفضيلة إلى الإيمان والمعرفة إلى الفضيلة، والعفاف إلى المعرفة، والثبات إلى العفاف، والتقوى إلى الثبات، والإخاء إلى التقوى، والمحبة إلى الإخاء. عطي في روما في الأطران في اليوم 11 من شهر أذار في سنة الميلاد 2022 التاسعة من حبرياتنا البابا فرانسيس. Most Reverend Excellencies, brothers and sisters, dear Monsignor Rafic, the Lord give you peace. إخوتي وأخوات، سيادة المطران المنتخب رفيق النهرة. We just heard, Simon, son of John, do you love me more than these? Feed my lambs, tend my sheep. سمعنا السؤال أيها السمعان ابن يونا، هل تحبني أكثر من هذول؟ فارعى خرافي، ارعى حملاني. In this brief, intense dialogue between Jesus and Peter, there is the meaning of our celebration here tonight. في هذا الحوار الحثيث القوي بين يسوع وبطرس معنى احتفالنا الحالي. Jesus gives Peter a new mandate to shepherd the flock of God
and this mandate has only one condition: to love Jesus. المهام المهمة الجديدة المعطية من يسوع إلى بطرس هي مهمة أن يرعى حملان وخراف القطيع وأساس هذه المهمة هي محبة يسوع. Peter was coming from experience of failure because بطرس إجا من خبرة الفشل. Because he betrayed him, he denied him three times. He's not, and three times Jesus asked him, "Do you love me? Do you really love me?" لأنه أخان المسيح ثلاث مرات وثلاث مرات المسيح سأل بطرس هل تحبني. But the betrayal of Jesus and the humanity of the disciples who escapes didn't refrain Jesus to entrust to them this mission to announce the gospel. خيانة بطرس ليسوع والخوف ما كان مانع بتوكيل يسوع رسالة إعلان الإنجيل لبطرس وللرسل. Jesus gives this mandate to these fragile Peter, fragile disciples, this human, very, very human like us persons. يسوع أعطى هذه المهمة لبطرس للرسل اللي هم ضعفاء. He wants just one thing from them: to be filled with the Holy Spirit, to be united to Him, and to love Him. All the other things will come later. ويطلب إشي واحد أن يكونوا ممتلئين من الروح القدس أن يحبوه وأن يكونوا متحدين به كل الباقي رح يجي بعدين. Today, Rafic, you are given by the Church the same mandate to shepherd the flock of God. اليوم رفيق أعطي لك نفس الرسالة أن تكون راعي لقطيعة الله. Today you are united to the mission of Peter and the apostles. اليوم أنت متحد برسالة بطرس والرسل. Before your anointing, you'll be asked only one thing: do you really love him? قبل ما تمسح بالزيت راح يكون في سؤال واحد لك: هل تحبه فعلا حقيقية؟ Despite all your big and small betrayals, despite all the problems, despite everything, in short, the Church today will ask you only one thing: do you love Jesus? بالرغم من خياناتك الكبيرة والصغيرة وضعفك الكنيسة اليوم رح تصلك إشي واحد: هل تحب يسوع؟ Among the many things we are expecting from you, this is the first and the most important: to be a lover of Jesus. بين الأمور العديدة التي نتوقعها منك هذه الأولى وأهم واحدة أن تكون محب وحبيب ليسوع. In these days after the announcement of your appointment, I'm sure you learned a lot about the meaning of being bishop. I'm sure that many told you a lot of things. Let me just to be the last one to tell one short brief thing. بعد الإعلان عن التعيين أكيد في هذه الأيام سمعت كثير عن شو يعني تكون أسقف. سمعت من أشخاص عديدة أمور عديدة. اسمح لي أن أحكي لك شيء واحد. A bishop certainly must be a good administrator, and I know you don't like to be an administrator. طبعا الأسقف لازم يكون شخص مميز بالمهارات الإدارية وبعرف إنك ما بتحب تكون مدير. I think that we'll see you more in the parishes and the school than in the office. أعتقد إننا رح نشوفك أكثر في الرعاية وفي المدارس من ما رح نشوفك في المكتب. I hope so. بتمنى. But certainly a bishop should be a good administrator. He must certainly be present in the pastoral, social, and political life of the people entrusted to him. فطبعا الأسقف لازم يكون شخص مع مهارات إدارية متفوقة ولازم يكون شخص موجود في الميدان الاجتماعي والسياسي وبكل ما يخص القطيع الموكل الموكول له. You have to know how to guide the flock of God in the life of the church. You have to teach. You have to keep the faith intact. عليك أن تحمي قطيعة الله، قطيع الله. عليك أن تحمي الإيمان المسيحي بطريقة ثابتة، وعليك أن تعلم. Shortly, you have to deal with the different instances of the church in the society defending the right of God and men. This is clear. مختصر مفيد.
لازم تكون انت موجود في الميدان وان تحمي الكنيسة ولازم تحافظ على حقوق الله وعلى حقوق الإنسان. But هذا واضح. But ولكن. ولكن yeah. First of all, you must learn to be a father. عليك أولا أن تتعلم أن تكون أب. First of all, father for all the priests. أب أولا لكل الكهنة. The identity of the priest is linked to that of the bishops. هوية الكاهن مرتبطة بهوية الأسقف. A priest cannot thrive alone. الخوري الكاهن مش ممكن يزدهر لحاله. The ministry of the priest descends from and is linked to that of the bishop. خدمة الكاهن تنطلق من خدمة الأسقف. We know this. Ubi episcopus, ibi ecclesia. Where there is the bishop, there is the church. نعرف هذا الإشي حيثما الأسقف فهناك الكنيسة. But ولكن. ولكن. The church is formed, yes, around the bishop. It is true, but it is his first collaborator, the priest, who make the mission of the bishop visible and tangible. مزبوط الكنيسة تتشكل من حوالين الأسقف، ولكن وجود الكاهنة اللي هم المساعدين الأوليين للأسقف. هذا الوجود للكاهنة هو اللي بيخلي هذه الرسالة توصل وتكون رسالة ملموسة. So love them as the Lord has loved you. حبهم مثل ما الرب أحبك. They will not be always appreciative of what you do. مش دائما راح يقدروا مزبوط اللي أنت بتعمله. They will not always understand you. ومش دائما راح يفهموا عليك. But this should not be a pretext not to love them. وهذا مش لازم يكون حاجز بالنسبة لإلك. حتى ما تحبهم. Be present among them. Make them feel that you are there and you love them. كن موجود بيناتهم. حسسهم إنك بتحبهم. The rest will come. والباقي رح يجي لحاله. The pastoral life of the church is effective as long as the Christian friendship between bishop and priest is working. حياة الكنيسة الرعوية رح تكون فعالة وناجحة كلما المحبة الأخوية الصحبة المسيحية بين الأسقف والكاهنة بتكون فعالة. The second, love the faithful, love the people. Be father of them. النقطة الثانية حب المؤمنين كن أب ليلهم. Do not create too many barriers between you and the people. ما تحط حواجز عديدة بينك وبين الشعب. A certain distance is necessary, otherwise you will be overwhelmed by a situation and you lose your freedom. It's necessary, some freedom. But at the same time, then you know how to translate. At the same time, you have to learn how to be exposed, vulnerable to them. شوية بعد هو ضروري لأنه إذا ما كان في شوية بعد راح يكون في أمور ثانية وما راح تلاحق. ولكن بنفس الوقت لازم تخلي حالك قابل أن تكون مجروح. Not always the demands of the people, not always are nice, not always is possible. You feel immediately how powerless you are, but this is necessary. طلبات الناس هي مش دائما حلوة ومش دائما ممكن تلبى وهذا راح يخليك تحس إنك مش قادر وهذا ضروري. Because they, first of all, they should see that you are among them, that you are with them, you're close to them. لأنه أولاً لازم يشوفوا إنك معهم بيناتهم قريب منهم. And the vulnerability will let you always understand and feel that you are not the only protagonist of the mission. وهاي القبولية هذا الضعف القبولية أن تنجرح راح يورجيك إنك مش اللي بدير كل الأمور. And you have to entrust a lot in the prayer to the Lord, the real protagonist of the mission. وعليك أن تثق بالصلاة في الرب اللي هو الشخصية الأولى. The last point, do not confuse fatherhood, paternity with friendship. ما تتخربط بين الأبوة والصحبة. Father is more than friend. الأب هو أكثر بكثير من الصاحب. Being father involves, first of all, knowing how to generate. أن تكون أب يعني أن تعرف كيف تولد.
generate the faith first of all, and then the life in the church. أولاً اتولد الإيمان وثانياً اتولد حياة الكنيسة. We have to learn to teach priests and faithful to grow and become solid adults in the church. عليك أن تعلم المؤمنين أن يكونوا أشخاص بالغين بالإيمان بحياة الكنيسة. To teach them how to pray, to discern the word of God. علمهم أن يصلوا، علمهم أن يميزوا كلمة الله. But also to correct mistakes. ولكن عليك كمان أن تصلح الغلط. To call to obedience. أن تناديهم أن يكونوا مطيعين. To say the necessary yes and no. أن تحكي نعم ولا لما لازم. And also to teach forgiveness by forgiving. وأن تعلم الغفران بغفرانك أنت. You experience the love because we experience the forgiveness. And this should be also the way you teach them. تختبر أنت المحبة لما بتختبر الغفران وهاي لازم تكون طريقة تعليمك. I go to the conclusion. You are now called to work in a very specific society, the Israeli society. بالخاتمة أنت مدعو الآن أن تخدم في مجتمع خاصة اللي هي المجتمع الإسرائيلي. As the patriarch, as a pastor of this church, I give you three indications. كبطرك كراعي هذه الكنيسة بعطيك ثلاث تعليمات. First, the Christian formation. أولاً التنشئة المسيحية. I am not sure that our catechism, our schools, our various pastoral initiatives are capable today of adequately teaching Christian faith to our youth. أنا مش متأكد إنه اليوم تعليمنا ووجودنا في المدارس كافي لتعليم الحياة المسيحية لمؤمنيننا. And also, especially here, there is a lot of talk about the question of identity. وخاصة هنا في حكي كثير حوالين موضوع الهوية. I am convinced that the Christian formation, the knowledge of one's faith, the solid religious identity precedes and build a solid social and political identity. أنا مقتنع إنه الوعي البالغ عن الهوية المسيحية تسبق بناء النسيج الاجتماعي والسياسي. So help the people, your people, to become Christian adults and be able to deal with this multi-religious and multicultural society where they live. ساعد شعبك حتى يكونوا مسيحيين بالغين حتى يكونوا عارفين يمشوا في هذا الميدان بتعددية الجنسيات وتعددية الديانات. But I am also convinced that I don't believe so much in the pastoral plans. We are necessary, but the pastoral plans and strategy work as much as they are led by sincere and true witnesses. And this is, first of all, your duty. ثقتي بالخطة الرعوية محدودة لأن الخطة الرعوية تعتمد على الشهادة المصدقة وبناء هذه الشهادة هي واجبك الأول. The second are the youth, the young people. النقطة الثانية الشبيبة. I met several times a lot of groups here in Galilee. And it is not true that they are far from the church, and they are not interested in religious reflection of faith. It's not true, of course, not all of them. But you find a lot of youth thirsty to hear a discourse about Jesus. التقيت بمجموعات شبيبة هنا في الجليل أكثر من مرة ومش مزبوط إنهم بدهمش يسمعوا عن يسوع. مزبوط في منهم لا بس في منهم كثير بيكونوا عطشانين ليسوع. So, and the youth today are fed up with our teachings. They want testimonies. They want witnesses. الشبيبة اليوم بطلوا يسمعوا للمعلمين. هم عم بيسمعوا وعم بيطلبوا شهود. The third, I perceive among our faithful a sincere desire of participation. النقطة الثالثة أنا بلاحظ بين مؤمنينا نية صافية بالمشاركة. They want to be and feel to be part of the life of the church. مؤمنين حابين يشعروا إنهم جزء حي من حياة الكنيسة. We are now in the synodal path, but the synod is not just to fill questionnaire to send to Rome.
احنا موجودين هلا في المسيره السينودوسيه وهذه المسيره ليس عباره عن تعبئه نماذج حتى نبعثها لروما. Synodality and participation are the way of being church. السينودوسيه والمشاركه هي طريقه حياه الكنيسه. I said before, ubi episcopus ibi ecclesia. Where is the bishop? There is the church. قبل بشوي قلت انه وين ما بيكون الاسقف فهناك الكنيسه. But the bishop alone doesn't make the church. الاسقف لحاله ما بيكون الكنيسه. The parish priest alone doesn't make the parish. خوري الرعيه لحاله ما بيشكل الرعيه. The faithful without pastors don't make church. المؤمنين لحالهم بدون الراعي ما بيشكلوا الكنيسه. So you are called to create this real, intense, and sincere participation of all the parts of the church to build the body of Jesus. أنت مدعو أن تشكل هذه المشاركة القوية بين كل أجزاء الكنيسة في جسد المسيح. سيدنا رفيق, today we are all the church of Jerusalem is with you. We bless you with all our blessing, with all our love, and we ask in this place the Holy Virgin, with her yes, she started the project of the redemption. May you become a good collaborator of this same project. Mabruk. سيدنا رفيق اليوم كلنا معك فالتو حافظك مريم العذراء اللي حكت نعم في هذا المكان. مبروك. The ancient rule of the Holy Fathers ordains that a bishop elect is to be questioned in the presence of the people on his resolve to uphold the faith and to discharge his duty. And so, dear brother, do you resolve by the grace of the Holy Spirit to discharge until death the office entrusted to us by the apostles, which we are about to pass on to you by the laying on of your hands, of our hands? I do. Do you resolve to preach the gospel of Christ with constancy and fidelity? I do. Do you resolve to guard the deposit of faith, entire and incorrupt, as handed down by the apostles and preserved in the church everywhere and at all times? I do. Do you resolve to build up the body of Christ, his church, and to remain the unity of that body together with the order of bishops under the authority of the successor of Saint Peter the Apostle? I do. Do you resolve to render obedience faithfully to the successor of the blessed Apostle Peter? I do. Do you resolve to guide the holy people of God in the way of salvation as a devoted father and sustain them with the help of your fellow ministers, the priests and deacons? I do. Do you resolve for the sake of the Lord's name to be welcoming and merciful to the poor, to strangers, and to all who are in need? I do. Do you resolve as a good shepherd to seek out the sheep who stray and gather them into the Lord's fold? I do. Do you resolve to pray without ceasing to Almighty God for the holy people and to carry out the office of high priest without reproach? I do, with the help of God. May God, who has begun the good work in you, bring it to fulfillment. لو سمحت الجميع وقوف بينما تنشد الكنيسة نشيد وصلاة طلبة القديسين متحدين مع الكنيسة السماوية من أجل الأسقف المنتخب. Kyrie eleison.
Dearly beloved, let us pray that the kindness of Almighty God in providing the welfare of the Church will grant an abundance of His grace for these chosen one. Thank you.
يوحنا بيانيه أيها القديس فرانسيس دو لاسال أيها القديس منصور دو بول أيها القديس يوحنا خدمتك المقدسة نسألك فاستجب لنا أن تبارك وتقدس وتكرس هؤلاء الذين اخترتهم نسألك فاستجب لنا أيها المسيح صغير Amen.
graciously hear our petition, O Lord, and pour out upon this your servant the power of your blessing, flowing from the horn of priestly grace, through Christ our Lord. سيقوم الآن صاحب الغبطة والأساقف المشاركين بوضع الأيدي على رأس الأسقف المنتخب علامة على انضمامه إلى الشراكة الأسقفية ومن ثم يتلي البطريرك صلاة التكريس بينما يحمل الشمامسة الكتاب المقدس فوق رأس المنتخب. God and Father of our Lord Jesus Christ, Father of mercies and God of all consolation, who dwell on high and look upon the lowly, who know all things before they come to be, and who have laid down observances in your church through the word of your grace, who from the beginning foreordained a nation of the just born of Abraham, who established rulers and priests, and did not leave your sanctuary without ministers, and who from the foundation of the world were pleased to be glorified in those who have chosen. Pour out now upon this chosen one that power which is from you, the spirit of governance, whom you gave to your beloved Son, Jesus Christ, the spirit whom he bestowed upon the holy apostles, who established the church in each place as your sanctuary for the glory and unceasing praise of your name. Grant, O Father, knower of all hearts, that this your servant, whom you have chosen for the office of bishop, may shepherd your holy flock, serving you night and day, may fulfill before you without reproach the ministry of the high priesthood, so that always gaining your favor, he may offer up the gift of your holy church. Grant that by the power of the Spirit of the high priesthood, he may have the power to forgive sins according to your command, assign offices according to your decree, and loose every bond according to the power given by you to the apostles.
may he please you by his meekness and purity of heart, presenting a fragrant offering to you through your Son, Jesus Christ, through whom glory and power and honor are yours, with the Holy Spirit in the Holy Church, now and forever and ever. يقوم غبطة أبينا البطريرك بمسح رأس الأسقف المنتخب بزيت الميرون المقدس علامة على تكريسه وحلول الروح القدس عليه ومن ثم يسلمه الكتاب المقدس ليعلم ويعظ بكلمة الله يمنحه الخاتم والتاج وعصا الرعاية وهي الرموز الثلاثة للخدمة الكهنوتية والملوكية والرعائية التي وجب على الأسقف أن يعيشها كل أيام حياته. May God, who made you a sharer of the high priesthood of Christ himself, pour out upon you the oil of mystical anointing, and make you fruitful with an abundance of spiritual blessing. Receive the gospel and preach the word of God with all patience and sound teaching. Receive this ring, the seal of fidelity, adorned with an undefiled faith, preserve unblemished the bride of God, the Holy Church. Receive the mitre, and may the splendor of holiness shine forth in you, so that when the chief shepherd appears, you may desire to receive from him an unfading crown of glory. Receive the crozier, the sign of your pastoral office, and keep watch over the whole flock
in which the Holy Spirit has placed you as bishop to govern the Church of God. إننا نبشركم بفرح عظيم فإن أمنا الكنيسة الكاثوليكية المقدسة تفرح معكم بالأسقف الجديد سيادة المطران رفيق نهرة. Nous partageons avec vous la grande joie de notre mère, la Sainte Église catholique, qui s'est rejointe des comptes aujourd'hui en son sein un nouvel évêque, Son Excellence, Monseigneur Rafic Nahra. نؤمن بإله واحد. Yeah.
بشر قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين. Thank you.
Salu ay palikwa ilalaki la birkadir kayak bala minyo aminko adial dabiha. Receive, O Lord, we pray, these offerings of your exultant Church, and as you have given her cause of such great gladness, grant also that the gifts we bring may bear fruit in perpetual happiness. Bilmasihi Rabbina. Amen. Ar-Rabbu ma'akum. Linarfa kulubana ilal ula. Linashkaraba ilahana. It is truly right and just our duty and our salvation at all times to acclaim you, O Lord, but in this time, above all, to laud you yet more gloriously when Christ, our Passover, has been sacrificed. Through him, the children of light rise to eternal life, and the halls of a heavenly kingdom are thrown open to the faithful. For his death is our ransom from death, and his rising the life of all has risen. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exults in your praise, and even the heavenly powers with the angelic hosts sing together the unending hymn of your glory as they acclaim. Vere Sanctus est Domine, et merito te laudat hominis a te condita creatura, qui è per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortus cad occasum, oblatio mundo feratur, nomine tu. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut ec munera, quae tibi sacranda detulimus, et odens Spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant, fili tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec misteria celebramus. Ut nobis corpus, ipse enim in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixi, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, posquam cenatum est, accipiens calice, et tibi gratias agens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et promultis e fundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem.
هذا سر الإيمان. Memores igitur Domine, eius den fili tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sede presto lante salturum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctus. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens vostiam, cuius voluisti immolazione placari, concede ut corpore sanguine, figli tuo erificimo, spirito eiu santo repleti, unum corpus et unus spiritus, inveniamur in Cristo. Ipse nos tibi perficiat munus eternum, ut cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum Beatissima Virgine Dei Genetrice Maria, et Beato Iosef eius dem Virginis Sponsi, cum Beatis Apostolis tuis, et gloriosis martiribus et omnibus sanctis, quorum intercessione, perpetuo apud te confidimus adiuvari. Ec ostia nostra reconciliationis proficiat. Quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide caritate firmare digneris, cum famulo tuo Papa nostro Francisco, et Episcopo nostro Pietro Battista, et famulo tuo Rafic, qui odie pastor ecclesiae verbe ordinatus est, cum episcopali ordine e universo clero, et omni populo acquisitionis tue. Votis huius familiae quam tibi astare voluisti ad esto propitius, omnes filios tuos ubique dispersos tibi clemens pater miseratus coniunge, fratres nostros defunctos, et omnes qui tibi placentes ex hoc seculo transierunt, in regnum tuum benignus admite. Ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta largiris. Per ipsum cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Είναι να μην τις άλλες βιοσύνη μου χάλης, βαστινάταν, ήλα τελεμίχη, λάγη, να τσούρου, φανακού. Αμπά, Άγενα γιάρα μίντζα μία σουρούρ, τάτα φουάμνα σαλάμι φιαγιάμινα,
ودتنا برحمتك وفتنا من الخطيئة لنامنا كل تراب نحن متطيرا في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح لأن لك رب يسوع المسيح يا من قلت لرسلك السلام استودعكم سلامي امنحكم لا تنتو الى خطايانا بل الى ايمان كنيستك وتنازع اولها الوحده والسلام بحسب مشيئتك انت الحي الملك الى دهي الدهور امين ليكم سلام الرب معكم دائما ومع روحكم بمحبه المسيح تبادل السلام سلام المسيح هو دا حمل الله هو دا خامي الخطا للعالم توب للمدوينة إلى وليمة الرب Yeah.
verbum caro factum est, verbum panis. Lima del tempo, quando l'universo fu creato dall'oscurità, il verbo era presso Dio. Venne nel mondo, nella sua misericordia Dio ha mandato il figlio suo, tutto se stesso come il pane. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. Thank you.
Thank you.
Let us pray. Look with kindness upon your people, O Lord, and grant, we pray, that those you are pleased to renew by eternal mysteries may attain in their flesh the incorruptible glory of the resurrection. بالمسيح ربنا. سيقوم الأسقف الجديد سيادة المطران رفيق نهرة مرتديا حلته الأسقفية بمنح بركته الرعوية الأولى في دورة حول الكنيسة، ومن ثم نستمع إلى كلمة منه ونختم صلاتنا الاحتفالية هذه ببركة صاحب الغبطة. Sempiternus et filius, tu ante me landon socia.
Sanctis tuis in gloria nomen rari. بنهاية الاحتفال بدي أقول بعض كلمات شكر خفيفة ولطيفة حتى ما أطول عليكم إلى عدد من الأشخاص اللي إلهم فضل علي بالدرب الطويلة يلي أوصلتني اليوم معكم إلى هالمكان. At the end of this celebration, I would like to say a few words of thanksgiving to many people, present or absent today, who have been important for me on the long way that led me here today. First of all, I want to thank you, Beatitude, not only for the celebration, but overall for your wise and caring ministry to our church. I consider that I am blessed to collaborate with you in serving the beloved people of this land. Special thanks to the Nuncio, His Excellency, to Father Custos, to all my brothers, bishops, and vicars, representing the rich diversity of the local church. Your presence today and your prayer for me is a special gift. I am full of hope that with God's help, we will collaborate more and more for the good of our people in the unique Church of Christ. Quelques mots en français pour remercier Monseigneur Thibaut Verny, évêque auxiliaire de Paris, d'être là aujourd'hui. Merci aux chevaliers du Saint-Sépulcre, toujours si fidèles à notre Église de Terre Sainte. Merci aux amis prêtres, aux familles, amis, à tous ceux venus de France pour participer à cette cérémonie. Votre présence est très importante pour moi. C'est aussi pour moi l'occasion de dire ma reconnaissance à l'Église de Paris dont j'ai beaucoup reçu. Thank you to all my brothers, priests, religious, consecrated men and women from different orders and communities. I thank very particularly the local Franciscan community of Nazareth and also the community of the Sisters of the Holy Family of Nazareth, who helped me a lot to prepare this celebration to make it dignified and welcoming. I want to mention all the members of the Saint James Vicariate for the Hebrew-speaking Catholics, whom I served for several years before coming to Nazareth. I am so happy that you are here today. Also, all my dear brothers and sisters, migrants and asylum seekers. So good to have you. Your presence today for this celebration is a real gift. أشكر رعاية الموارنة من القدس على صدقتكم الأمينة اللي عم بتعبروا عنها اليوم بحضوركم بهالرسامة. بصورة خاصة جدا أريد أن أذكر كل عائلتي اللي ما قدرت تكون حاضرة اليوم لكنها تتابع الرسامة بواسطة البث المباشر. محبتكم ودعمكم وصلاتكم مهمين جدا بالنسبة إلي وأرجو أن أتمكن من الاحتفال معكم قريبا حضوريا مش بس عن طريق وسائل البث. Thanks also to the members of the diplomatic staff here present. أشكر كل المسؤولين المدنيين في الناصرة والجليل اللي شرفونا اليوم بحضورهم. إن شاء الله نقدر نتعاون بأفضل طريقة لخدمة المجتمع اللي نحن عايشين فيه. أخيرا وليس آخرا أتوجه لكل أبناء الناصرة والجليل الموجودين اليوم والغائبين. الكنيسة لم تعيني أسقف لنفسي، عينتني أسقف لكم ولخدمتكم. الشهور الأخيرة سمحت لي أن أتعرف على العديد منكم ولكن هذه هي فقط بداية. إخوتي الأحباء، هيدي الأرض عزيزة جداً على قلب المسيح اللي عاش
وكبر وبشر سنين طويلة هون في بلدنا ومات وقام من الأموات. كلنا عزيزين على قلب المسيح وبيريدنا نختبر ونعرف محبته الرائعة اللي كتير أوقات نحن مش واعيين إلها. الصعوبات كتيرة، المشاكل مش ناقصة، ولكن نعمة المسيح أكبر بكتير من مشاكلنا ومن مخاوفنا. أنا ناطر أن أتعرف على الجميع تدريجياً. إخوتي، بدنا نحب بعضنا البعض بمعونة الله ونتعاون حتى تكون شهادتنا المسيحية نور ورجاء بهالبلد وهالمجتمع. إن شاء الله ما أنسى أحد. شكراً للجوقة، شكراً للناس اللي حضروا الزهور، شكراً للي نظفوا الكنيسة، ولكل من شارك بأي طريقة من الطرق في تحضير هالاحتفال. الله يبارككم جميعاً. المجد ليسوع المسيح، وبعد مرة شكراً. إخوتي أخواتي الأعزاء، بعد القداس مباشرة تبادل التهاني في باحة الدير أمام أيقونات العذراء في الطابق السفلي، والجميع مدعو أيضاً لحفل الاستقبال المقام على شرف هذه المناسبة السعيدة. أما يوم الأحد القادم 8 من الشهر سيحتفل سيادة المطران رفيق نهرة بقداسه الأول في بازيليك البشارة الساعة 10 صباحاً، وبهذه المناسبة ستلغى القداديس 7:30 لكي نجتمع سوية حول أسقفنا الجديد في رعيتنا وفي بيت العذراء في بازيليك البشارة. سيدنا رفيق، بالأصالة عن نفسي وباسم رعية البشارة للاتين في الناصرة، منقول لك ألف مبروك والله يبارك في خدمتك وتضلك معنا لسنين طويلة. الرب معكم. O God, who care for your people with mercy and rule them with love, give the spirit of wisdom to those who have charged with the duty of governing, that from the growth of a holy flock eternal joy may come to the shepherd. In your majestic power, you allot us the number of our days and the measure of your years. Look graciously upon our humble service and confer in our time the full abundance of your peace. Amen. Through your grace, bring to completion the gifts we have conferred upon him, and having raised him to the rank of bishop, make him pleasing to you in the fulfillment of his duties. Guide the hearts of people and bishop in such measure that the shepherd may never be without the obedience of the flock, nor the flock without the care of the shepherd. Amen. And may Almighty God bless all of you gathered here, the Father and the Son and the Holy Spirit. اذهبوا بسلام المسيح.